بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد آخر موضوع من سفر الرؤيا إصحاح 7، تعال وانظر. طبيعي بدل عمالين نقول تعال تعال شوف، يبقى لازم ندخل الرؤيا لأنها كلها مناظر، كلها رؤى. فتعال شوف ربنا بيكشف لنا إيه وعاوز يشوف نشوف إيه. يقول بعد هذا نظرته، أول منظر هنشوفه، طبعا في مناظر كتيرة مش هنلحق نعرضها عشان الرؤية كبيرة، بس هنعدي على مناظر كتيرة كأن ربنا واخدنا فسحة في السماء كده. وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسن، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. تعالى نطلع السماء نتفرج هيحصل ايه بكرة، مستقبلنا ايه بكرة، ايه المنظر اللي في السماء بكرة. اول منظر جميل، شعب ملوش عدد، محدش قدر يعده. دي اطمننا على فكرة، ودي عاوز بنقول ايه اطمنوا، زي بتاعت النهاردة الصبح: في بيت ابي ايه منازل كتير، يعني رحمته الواسعة هتدخل مليارات من البشر من كل الألسنة والشعوب. بيعملوا ايه؟ لابسين ابيض وماسكين سعف نخل وعمالين يسبحوا وبيقولوا الخلاص لإلهنا والخروف. اولا بعد هذا نظرت، يعني ايه؟ اول فكرة عاوز اقولها، ما تبصش كتير على اللي بيحصل دلوقتي، اللي يصبرك على اللي بيحصل النهاردة المنظر الاخير، والمنظر الاخير ما بيخلص بيستمر. المناظر الحالية متغيرة، إنما المنظر النهائي منظر مستقر وثابت ودائم ومريح. كأننا عاوز أقول إيه؟ النهاية يا جماعة مضمونة، الخير هيكسب، أطمنكم الخير هيكسب، ربنا لازم هيكسب. في السكة في متغيرات وفي جولات وفي سقطات، لكن المنظر الأخراني جميل. بعد هذا نظرت، وتلاحظوا ان في صحة 2 و3 قبل رؤية 7 كان بيورينا مشاكل الكنائس على الارض والتحديات، و5 و6 كان بيكلمنا عن الختوم والاضطهادات والضيقات. اول ما طلعنا اصحاح 7 قال ايه؟ بعد هذا، بعد قولة الكنائس اللي فيها مشاكل وقولة الاضطهاد والختوم والقتل والذبح والحروب والكلام ده، عاوز اقول لكم المنظر النهائي حلو قوي. فيبقى النتيجة دايما تطمنك في الآخر، لو فضلنا ماسكين في ربنا هو ده اللي هنكمل فيه. منظر برضو يقول إيه؟ بعد هذا رأيت 4 ملائكة. بيقولوا إيه بقى الملائكة دول؟ منظر تاني، واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر، خلي بالكم من كلمة بعد هذا نظرت، بعد هذا رأيت، عمال إيه سلسلة من الرؤى والمناظر كلها مفرحة. المنظر ده مختلف، لقى 4 ملائكة ماسكين زوايا الأرض، ماسكين الرياح ومستنين الأوردر. إيه الأوردر ده؟ هيجي بإيه؟ رأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم للملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر. الظاهر ده اللي معاهم إيه القرار، اقفل يا جدع، يقفلوا على الارض. يعني ايه؟ اول ما يفتحوا ايديهم تلاقوا الريح بقى هبت والدنيا بقت اتقلبت وخلاص بقى العالم بيخلص. فطلع ملاك قال لهم خليك واقف زي ما انت، اوعى حد يفلت اللي في ايده لغايه ما اعمل ايه. يقول ايه؟ قائلا: لا تضر الارض ولا البحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. يبقى في كده واضح ان في مجموعة من البشر هي اللي فارقة مع ربنا قوي، اللي هم المختومين، اللي هم عليهم اسم ربنا. احنا علينا الختم على فكرة، احنا مختومين، الختم هو اسم ربنا الميرون اللي على راسنا. سمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني اسرائيل. طبعا الرقم ده لو قريته رؤية 7 انا ابتديت من النص التاني بتاعها. في الأول قال لقيتهم الملاك طالع يختم بس من اليهود بالعدد، بعد كده بيقول رأيت ناس لا عدد لهم لم يستطع أحد أن يعدهم. معلش أنا لخبطتك، رؤية 7
تو باراجرافز. الباراجراف الاولاني اللي هو اللي احنا بنقراه دلوقتي، اللي طلع عدد المختومين 144,000، بس دول هيتفنطوا على الاسباط، من سبط يهوذا 12,000 ومن سبط رؤوبيم. فاكرين الحته اللي بنقعد نغنيها ليله ابو غلامسيزي؟ عشان دول المتفوقين، دول اللي ناجحين، فعمالين نغني لهم. وبعد كده احنا قلنا احنا كده طلعنا بره المولد ده خالص، واخسرنا ولا اسمنا مش مكتوب ليه؟ فبيقول بعد هذا نظرت واذا شعب لم يستطع احد ان يعده. يعني ايه اللي بالارقام دول؟ اللي جم من اليهود بس، انما اللي من الامم اللي زي حالاتنا ما لهمش عدد. فاهمين الفكره؟ فاذا النتيجه مبشره ومشجعه. اليهود معروفين بالعدد ليه؟ لان دي اشاره للي بتوع العهد القديم المختارين منهم، اللي نجحوا منهم معدودين، لكن اللي نجحوا من الامم في العهد الجديد في العز اللي احنا فيه ما لهمش عدد، ومن كل شعب ولسان وأمة. واضحة؟ يبقى الإصحاح ده بيقول لنا خبر حلو أوي. في يهود هيوصلوا السماء طبعا، من العهد القديم اللي استنوا المسيح، ومن العهد الجديد اللي آمنوا بالمسيح. في أمم، ده أمم ما لهمش عدد بقى، ماشي؟ يعني ده المسيح لما قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت. منظر ثالث، لما فتح الختم الخامس رأيته. يبقى منظر كمان، احنا عمالين نعدي على مناظر او رؤى كأننا ايه، تعالى فرجك، زي اللي داخل متحف كل شوية يتفرج على حاجة ويفهم ايه دي. رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله. يبقى منظر اخر، تعالى نفرجك على الشهداء من اجل الشهادة التي كانت عندهم. عشان كده الشهادة جاي منها استشهاد، يعني ايه؟ هم شهدوا للمسيح لدرجة استشهدوا، وصرخوا بصوت عظيم. أتاري ده دول شغالين مش نايمين في السماء. حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسير. ده اللي بيحصل دلوقتي على فكرة. كأننا لو طلعنا تمشينا في السماء دلوقتي هنلاقي ماري جرجس واقف جنب أبو سيفين، جنب ماري مينا، جنب ماري مولوس، كل دول شهداء. وبيقولوا له يا رب، وبتوع ماسبيرو يا رب، وبتوع الكشح يا رب، وبتوع شهداء كلهم مع بعض. فبيقولوا له انت ما خدتش بحقنا لغايه دلوقتي. يعني ماري جرجس وابو سيفين وكده خد بحقهم، الرومان يعني خدوا على دماغهم تمام بعدها، انما اليومين دول لسه ما اتخذش حقهم. فشغالين معاهم بقى، ما هم شهداء في بعض، فعمالين يزقوا ربنا يا رب يلا خد بحقنا. قال لهم طولوا بالكم، استنوا شويه بس، عشان لينا حساباتنا، انما البسوا ابيض وارتاحوا لغايه ما اخواتكم يكملوا الدور بتاعهم. تعالوا ناخد منظر اخر. ورايته، كل شويه ورايته، منظر اخر. يبقى اول منظر يا جماعه الامم اللي ما لهمش عدد، منظر تاني اليهود اللي بالعدد، وفكره الختم ان ربنا محرص قوي على حكايه الختم دي، اللي عليهم الختم المايرون يعني. وبعدين منظر ثالث الشهداء واللي بيعملوه في السماء ومستنيننا، وربنا بيقول لهم كله محسوب، حاضر حاضر هننتقم حاضر. منظر رابع، ورأيت فإذا في وسط العرش. ده منظر بقى ايه؟ سيبكم البشر كلهم، هنتفرج على ربنا في السماء. والحيوانات الأربعة وفي الوسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. منظر بقى عجب، هنا بالعدد بقى، مفيش عدد، لا ده هو واحد بس، خروف قائم كأنه مذبوح له 7 قرون و7 عيون. اللي فاكر زكريا اللي مركز معانا، 7 عيون بتوع الحجر، هو نفس الحقيقة. 7 أرواح الله، يعني ايه روح الله؟ روح المسيح الكامل اللي بيعمل كل حاجة حلو. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت 4 حيوانات وال24 شيخ أمام الخروف. 24 رمز للكهنوت عموما. ليه؟ 12 يمثلوا عهد قديم و12 يمثلوا عهد جديد، فالكهنوت يمثل بال24 شيخ. احنا لما ندعي لبعض كده نقول له ربنا ايه يخليك من ال24، يعني احنا ككهنة في بعض، يعني ده المسار الطبيعي انه يتحط الواحد وسط دول. ولهم كل واحد قيصارات وجامات، يعني ايه؟ شغلتهم يسبحوا ويبخروا، ادي شغلتنا. جامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. اللي فاكر دي اللي بتتقال في صوم الميلاد، الجزء ده خدناه في اسمة صوم الميلاد.
24 قسطيسان ماسكين البخور ده والقيصارات، ويسجدون إلى الحي إلى أبد الأبدين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. كل اللي حوالين العرش، يعني المسيح على العرش، الخروف حواليه أربعة كائنات الغير متجسدين، سميناهم أربع حيوانات لأنها كائنات عجيبة، اللي هم زي رؤساء ملائكة، حواليهم الأربعة وعشرين قسيس، حواليهم كل الجموع اللي شفناها قبل كده. متخيلين الدوائر شكلها إيه؟ والمسيح في النص وكله شايفه. خلي بالك، كل أحسن واحد يقول أنا نظري ضعيف مش هجيبه بتاع، لا، كله شايف كل حاجة. وهم كلهم في صوت واحد يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق. دي اللي خدنا منها مستحق وعادل. مستحق أنت أن تأخذ السفر، يعني أنت الوحيد اللي تقدر تحل المشكلة. إيه السفر ده؟ السفر ده قضية البشرية، قضية الموت، مشكلة الإنسان، فأنت الوحيد اللي كنت تقدر تتعامل معاه وتفتح ختومه. يعني المشكلة معقدة، البشر كله غلط وكله محكوم عليه بالإعدام، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. ده في السماء بقى، كلنا على نفس مستوى الملوك والكهنة، فسنملك إلى على الأرض. ونظرت وسمعت، بيقول وأنا سامع، ده يوحنا بيتفرج، خلي بالك وإحنا بنتفرج من خلاله، صوت ملائكة كتير قوي حوالين العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات، الربو 10,000 على فكرة، وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم: مستحق. يبقى بيردوا على بعض، خدتوا بالكم المرابعة دي، عمالين يقولوا مستحق مستحق، يعني إيه؟ تستاهل الحمد، تستاهل الشكر. هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. دي شبه إيه عندنا في التسبيحة؟ ثوك تاتي جوم نمبي، هي دي، لأنه قائم كأنه مذبوح، يعني قدام الصليب غشنها من هنا. أن لك القوة والمجد والبركة والعزة، متاخدة من هنا. كل دي مناظر. نرجع لحكاية لم يستطع أحد أن يعده. لما ربنا يسوع قال لنا صدقوني في بيت أبي منازل كتيرة، وإلا كنت قلت لكم ما تتعبوش نفسكم. أنا يعني هبسطها وأقول كده إيه. لما أجي أقول لك تعالى بات عندنا، تقول لي ده إحنا خمس، أقول لك ما تخافش، في مطرح، صدقني، وإلا ما كنتش عزمت عليك. فاهمين إزاي؟ وإلا فإني كنت قد قلت لكم، يعني لو أنا مش ما عنديش مكان ما كنتش عزمتكم كده. انا بعزمكم بقلب جامد، لان انا عارف انا بعمل ايه. فالمنازل كتيره قوي، يعني الدنيا واسعه قوي عندنا. وده برضو رقم 153 اللي ساعات ناس بتسال عليه. يقول لما بطرس سحب الشبكه، فاكرين بقى الحكايه اللي حكيناها، طلع مع هذه الكثره لم تتخرق السفينه. اظن اوسطينوس اللي قال التشبيه ده او التامل ده، قال اجمع 1+2+3+4+5 اوصل لغاية 17 يعملوا 153. فقالوا له طب وبعدين يعني؟ قال ما هي 10 عهد قديم و7 عهد جديد. فهو اصل اوغسطينوس ده غاوي ارقام، هو اوريجينوس في التاريخ اكتر ناس يلعبوا، يعني غاويين ارقام. فبيقول ايه؟ من 1 ل 17 لو جمعت كل الارقام دي اللي هي عبارة عن مفرداتها 10 تمثل العهد القديم دايما، العشر وصايا، والسبعة اللي هي كمال العهد الجديد. يعني ايه؟ يعني كل قديس القديم والجديد داخلين الشبكة. فيبقى ايه؟ 153. ومع هذه الكثرة الشبكة شايلة. ليه؟ لأن ربنا عارف بيعمل ايه كويس، مش عنده أماكن كفاية. نرجع لرؤية 7 تاني. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض. يبقى جوه الرؤية في منظر مهم، كله لابس أبيض، عشان كده تحسوا إن إحنا دايما نودع أحبائنا لابسين أبيض، كأننا بنقول لهم مبروك عليكم التوب الأبيض في السماء، إحنا كده على الأرض لكن الأهم في السماء. عشان كده نفضل نقول ايه؟ طهرني يا رب، فاغسلني في ابيض اكتر من التلج. حصل موقف بقى جميل قوي. واحد من شيوخ ال 24 الظهر بيعرف، بيزور يوحنا السماء، فلقاه غالبا كده فاتح عينيه وفاتح بقه ومش فاهم حاجه، مبسوط بس مش فاهم.
فعاوز يفهمه، بس عشان ايه هو اللي يسأل. فأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هما مين دول هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض؟ من هم ومن أين أتوا؟ هو عاوز يقول له بس عاوزه يتساءل الأول. فقال يعني هو اللي بيسأله. فقلت يوحنا، قال له: هو أنا اللي أعرف؟ أنا مش من هنا يا عم، أنا من تحت أنتوا. فقلت: يا سيد أنت تعلم، يعني أنا معرفش، اشرح لي. هو قال له: مين دول الحلوين دول اللي ملابسين أبيض دول؟ فقال لي، ودي تورينا إن في السماء ممكن يحصل حكاوي، يعني ما فيهاش حاجة إنه الناس تتصاحب في السماء ويحكوا. فقال لي: بص، هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، كل دول عدوا من الباب الضيق، لأن ربنا يسوع قال إيه؟ هو ده المؤدي للحياة، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة. وقليلون، الله، قليلون يا رب، وفي الرؤية بتقول كتير، ما هي قليلون دي نسبة وتناسب، فاهمين؟ بالنسبة للعالم في كل جيل الأقل هم اللي هيدخلوا السماء، لكن في الآخر المنظر إيه؟ شعب لا يستطيع أحد أن يعد، واضحة؟ يبقى مفيش تعارض بين الرقمين. دول جم من الضيقة العظيمة، دي الصفة المشتركة ليهم كلهم، في منهم شهداء ومنهم سواح ومنهم رهبان ومنهم علماني خدام ومنهم، إنما كلهم لازم يكونوا عدوا على ضيقة عظيمة، لازم. وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. يعني إيه؟ اللي دخلهم هنا دم الخروف، دم المسيح، يعني دول اتعمدوا على حساب دمه وبيتناولوا من دمه طول الوقت. فتوبهم أبيض لأن عايشين على توبة مستمرة وعلى تناول من دم المسيح. عشان كده يقول: كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. يبقى التوب الأبيض دايما إشارة إيه؟ المسيح نفسه. احنا بنلبس الأبيض كأننا لبسنا المسيح، استخبينا جواه فندخل عنده السم. ينضاف للرؤية منظر تاني، يقول: كلهم كمان ماسكين في ايديهم سعف النخل. حكاية سعف النخل، سعف النخل يرجعنا بقى على الأرض اليوم إيه؟ حد الزعف. يقول: والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق. خلي بالكم الفكرة، فرشوا ثيابهم يعني إيه؟ يعني قلعوا جلالبهم الرجالة وحطوه على الأرض، يبقى ضمنيا لبسوا التوب الأبيض في السماء، فاهمين الفكرة؟ هم قلعوا التوب ده، يعني قالوا إحنا مش عاوزين نعيش عيشة الأرض، وبالتالي هم نفسهم يلبسوا، ربنا اللي يلبسوا. وبعدين مسكوا في ايديهم اغصان الشجر او السعف وفرشوها في الطريق، وبعدين كانوا يصرخوا: اوصنا اوصنا. يبقى سعف النخل بيفكرنا بحاجه حلوه قوي، اللي على الارض بيقول اوصنا، في السماء هيقول ايه؟ مستحق وعادل او ثكت تجوم تاني. اوصنا يعني ايه؟ خلصنا. يبقى اللي عمال يقول ارحمنا او خلصنا لازم هيقول ايه؟ لك القوه والمجد. لك القوه دي تسبيحة النصرة، تسبيحة السماء، اللي وصلوا يقولوا لك القوة والمجد، أو يقولوا مستحق وعادل. عشان كده بنقولها في القداس، في القداس احنا بنحس الشعب بيحس بالشعورين، احنا على الأرض ارحمنا يا رب ارحمنا، عشان نوصل وبعدين نقف مع الملائكة نقول مستحق ومستحق ومستحق، فاهمين معنى؟ يبقى الكنيسة بتقول لنا يلا بس كملوا في السكة دي، اللي عايش في قصرنا النهاردة بكرة هيقول مستحق او يقول ثكتة جم. اشمعنى سعف النخل؟ النخل في رمز جميل او في معنى جميل، في آية بتقول: الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان. النخل عادة عالية، فالعالي ده معناه ايه؟ باصص لفوق، اعلى من الشجر العادي، يعني الانسان الروحاني مخه في السماء مهما كان قصير، انما ايه؟ عقله في السب. الحاجة التانية، النخلة ترموها بالحجارة تنزل بلح، يعني دايما كريم، ما عندوش حاجة وحشة يقدمها، حتى لو الدنيا خبطت فيه هو بيرد دايما بالخير والحب. وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش. كلهم بيقولوا الخلاص لإلهنا، يعني ايه؟ يعني كتر خيرك انت اللي خلصتنا، هي معناها كده، مش لسه بيطلبوا الخلاص. دي في اشعياء 12 لو تفتكروا، يقول: هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا ارتعب، ياه يهوى، ياه اللي هي يهوى نفسها بس بيكررها،
قوتي وتسبيحتي وقد صار لي خلاصا. شوفوا جمال كنيستنا غشة كله عشان تنقل لنا بالظبط جو السماء. فهما بيقولوا الخلاص لإلهنا، واحنا بنقلد في اسبوع الآلام نقول قوتي وتسبح وقد صار لي خلاصا. فاهمين؟ يبقى احنا عمالين نحط نغش من تسابيح السماء ونقول على الارض عشان نقول ايه لما ندخل نبقى تبعهم ونبقى متعودين على كده. رؤية سبعة، نرجع تاني. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله. حصل ايه؟ انه في اخر التسبيحة كله خر. تصوروا المنظر بقى، الرؤساء الملائكة بيسجدوا والملائكة بيسجدوا والشيوخ بيسجدوا والمختومين دول بيسجدوا والشعوب اللي هي بلا عدد بتسجد. ده حاجة بقى يعني منظر صعب تخيله. كلهم خروا وسجدوا لله. تعبير جميل يقوله القديس بولس: لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. هو ده العرش، خلي بالكوا الكرسي هو العرش، وعندنا في المذبح اسم نفس الاسم. فقدام الكرسي كلنا لازم نقف وكلنا لازم ايه نتكشف، يعني ما حدش هيقدر يستخبى ساعتها. لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. ليه في أول القداس أو بعد صلاة الصلح بنطلع لحتة الأنافورة دي، الجزء بتاع مستحق عادل نسميه الأنافورة؟ أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم. عارفين ليه؟ عشان الواحد يتحنس، الواحد يشتاق يقول ينفع أقف في يوم من الأيام مع الناس دي، مع الملائكة والقديسين. وعشان كده نختم الجزء ده إن إحنا مسبحين معهم قائلين إيه، نقول قدوس قدوس. فاهمين الفكرة؟ يبقى الكنيسة بتحفزنا إن إحنا نوصل للسما ونشارك الملائكة وتقول لنا تعالوا اتفرجوا، هو ده مستقبلكم. يقول: من يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرش. يعني أنت بس لو غلبت الكسل وغلبت الإدانة وغلبت الخوف وغلبت الليستة اللي قعدنا نحكي فيها دي، هخليك تقعد جنبي زي ما أنا قاعد جنب الآب كده أو في نفس العرش. في رؤية 22 أنا بحاول ألقط: لا تكون لعنة ما فيما بعد، عرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه. يبقى طلعت يخدمونه معناها إيه؟ معناها السجود والتسبيح، لأن مفيش هنخدمه، مفيش فقراء في السماء فمش هنشتغل كده، ومفيش مرضى فبرضه شغلنا مش تمام، ومفيش مشاكل تتحل بالذات المشاكل الزوجية، مفيش جواز أساسا فهنرتاح. طب إيه اللي فاضل من الخدمة؟ مش هيفضل غير خدمة التسبيح. وهم سينظرون وجهه. خلي بالكم الإعلان ده أجمل ما في السماء، إن احنا شايفينه وجها لوجه. عشان كده بولس يقول: ليشتاق أن أنطلق وأكون مع المسيح، لأن وجها لوجه دي أجمل ما في الموضوع. واسمه على جباههم، دي الختم اللي اتقال عنه الملاك قال لهم: محسك عينك حد يعمل حاجة غير لما نلحق نختمهم كلهم. قائلين بيقولوا إيه بقى؟ دي التسبيحة التالتة. يبقى سمعنا تسبيحة وصلنا، وسمعنا تسبيحة مستحق وعادل، وسمعنا تسبيحة لك القوة والمجد والبركة، وصلنا دي بتاعت الأرض. التالتة ايه؟ امين. تسبيحة اسمها امين. امين البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة. هي تعديل لبرضو سوق تاتي جوم، هي نفس الكلمات بس تبتدي بامين. اللي فاهم فيكو في الطقس، اخر كلمة تتقال قبل ما نتناول دي واحدة. الشماس الهيكل يقول ايه؟ صلوا من اجل التناول باستحقاق. صلوا قائلين أمين الليلويا، بيقول أمين الليلويا كأنه بيعزم الشعب كله على بداية التسبيحة. فعلى طول المعلم والشعب يبتدي يقول اللحن الكبير بتاع الليلويا، عشان هو ده اللحن بتاع أمين الليلويا. أمين إيه قيمتها؟ إحنا هنا مصدقين. خلي بالكو كلمة أمين يعني مصدقين، حتى في الإنجليش الولادنا الأجانب يقولوا إيه؟ I believe، حقا نؤمن يعني أمين I believe. في السماء بقى اللي انت كنت قاعد تقول عليه امين 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 بقيت شايفه قصاد عينك. فاهمين الفكره؟ فبقت امين ليها طعم تاني بقى. يعني احنا دلوقتي بنقول امين، ابونا يقول جسد مقدس امين مع اننا مش شايفين، ايضا ياتي في مجده امين مع اننا مش شايفين، يجازي كل واحد امين بس مش شايفين. واخدين بالكم؟ لكن في السماء ايه؟ امين
وشايفين، يعني ايه؟ كل ما كنا نؤمن به نراه عيانا بيانا قدامنا. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرم. خلي بالكوا كله بيرد على بعض، كله بيقول نفس النغمات. الملائكة ابتدوا التسبيح، لقينا كل الخلائق من كل حتة بتقول نفس الكلام، البركة والكرامة والمجد والسلطان. والحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. كلمة أمين دي مهمة قوي. ليه؟ لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء. أمين هي بالضبط قانون إيمان مختصر في كلمة واحدة. لما بتقول أمين يعني أنا مصدق أن في ربنا، ومصدق أن ربنا يسوع هو ربنا، ومصدق أنه بيحبني، ومصدق أنه مات عشاني، ومصدق أنه طلع السماء حضر لي مكان، ومصدق أنه رحمته تغطي خطيتي. أمين. فاهمين الفكرة؟ كلمة أمين دي شايلة كل ما تؤمن به في كلمة واحدة. عشان كده مجرد انك بتقول أمين انت بتعبر عن كل ما تؤمن به الكنيسة. عشان كده في المزمور زمان كان يقول ايه؟ رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وزرع قدسه. ترنيمة جديدة معناها ترنيمة السماء. يعني احنا على الأرض بنرنم ايه؟ اليهود غلبوا الفراعنة والفراعنة غرقوا واليهود عدوا، ادي الهوس الاول. انما الترنيمة الجديدة لا لا لا، اعلى من كده، احنا دخلنا السماء وغلبنا الشيطان ولك البركة والمجد وهكذا. برضو معنى تاني مهم يا جماعة، كل ما الواحد يحاول يشوف السماء او يركز فيها او يتخيلها وان كانت اعلى من التخيل، بيتغرس فيه شعور التسبيح. فالانسان الروحاني بيبتدي التسبيح يدخل قلبه من دلوقتي على اعتبار ما سيكون، فيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب. يبقى الواحد بيشكر من دلوقتي على اعتبار اللي هيحصل. يجي السؤال، مين دول وجم منين؟ في قاعدة تاني مهمة، دول كانوا اول ناس على الارض؟ لا، خلي بالكوا القاعدة حلوة مشجعة ومخيفة في نفس الوقت. كثيرون، أولون، يكونون، أخيرين، وأخيرون، أولين. وأرجوكوا يا شمامسة ما بتتقريش آخرون، لا أخيرون. آخرون تدي معنى غلط خالص. أولون يكونون أخيرين، فاهمين الفكرة؟ وأخيرون يكونون أولين. بمعنى إيه؟ مين اللي وصل للسماء؟ تفاجأ بقى عجب، يهوذا واحد من التلاميذ مش موجود، واللص اليمين الحرامي موجود، موسى الأسود زعيم عصابة موجود، مش عارف شاول الملك مسيح الرب مش موجود. ايه ده بقى الكلام ده؟ بقول لكم هي مشجعة جدا لو انت اخير النهاردة تقول في امل، لو انت اولاني النهاردة تقول يا رب استر. فهمتوا نقصد ايه؟ لو انت عايش في الدنيا اخير تقولوا ماله، ما فيش كتير، مش بعيد على ربنا يخليني في الاول. ولو انت حاسس انك اولاني تبقى حاطط ايدك على قلبك، لان ممكن تبقى في الدنيا هنا اول، يعني متفوق روحيا او باين زيادة وما تلاقيش مكانك هناك. رؤية سبعة اخر جزء، من اجل ذلك هم امام عرش الله. ده كل ده الشيخ اللي هو واحد من الاربعة وعشرين بيحكي مع يوحنا، بيشرح له دول اللي جم من الضيقة العظيمة وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، وهم امام العرش كل حين ويخدمون نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. تعبير غريب، يعني ايه؟ ما هو على العرش. تلاحظوا ان هنا مفيش حاجة اسمها مسافات، عشان كده صعب التخيل. يعني منين هو قاعد على العرش وهم حواليه، وبعدين يقول الجالس على العرش يحل فوقهم؟ ما تتعملش كده، اتهيألي ماثيماتيكال يعني. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم. الآية دي إيه الغريب اللي فيها؟ لأن الخروف يرعى ولا يترعي؟ يعني يراعى، يعني الخروف محتاج راعي. إنما شوفوا الجمال في الآية، الخروف هو الراعي، الخروف اللي في وسط العرش هو اللي يرعاهم. طب ليه عامل خروف مع إنه راعي؟ عشان يبقى حاسس بيهم كويس قوي. وهي دي فكرة التجسد، المسيح تجسد عشان
كل اللي انت تحس بيه حس بيه. تقول لي حسيت بالوحدة، اقول لك عدت عليه الظلم، عدى عليه الضيق، القهر، التعب، الحزن، كل ده عادي، لان هو قبل ما يكون راعي هو كمان ايه؟ خروف. ويقتادهم الى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. هنا حكاية يمسح الله كل دمعة من عيونهم ليها كذا معنى يا جماعة. ليه بيقول كل دمعة؟ كان ممكن يقول يمسح الدموع، هقول لك اجتهاد كده. ساعات لغاية ما نمشي ونوصل السماء يبقى في دموع لم تجد لها تفسير. يعني ايه؟ ليه يا رب عملت كده في الوقت ده وخلتنا نبكي، وبعدين كنا مستنيين منك تفسر، طب قول لنا عملت كده ليه وما حصلش. تصور بقى في السماء لما بيمسح دمعة دمعة يقول لك دي الدمعة بتاعت المرض الفلاني اللي انت زعلت منه في الوقت ده، اقول لك كان لازم يحصل كده ليه، ودي انت الدمعة بتاعت فلان اللي سبق وجاء عندي السماء وانت برضو قعدت زعلان مني وبتقول لي خدته مني بدري ليه، طب انا اقول لك كان لازم يحصل كده ليه، ودي الدمعة بتاعت الظلم والذل بتاع الشغل اللي كان ضروري يحصل عشان تتعلم شوية صلاة وشوية صبر، ودي الدمعة بتاعت يمسح كل دمعة. يعني ايه؟ يفسر كل حاجة ضايقتك وتعبتك في الدنيا عشان ما تبقاش داخل السماء وايه وفي حتة لسه مش واضحة. فإذا يمسح كل دمعة اللي بتتكرر، على فكرة جت في الرؤية كذا مرة التعبير ده، عشان يبقى الواحد عارف انه مش لان مفيش مكان للدموع هناك، لا كمان في راحة نفسية حقيقية لكل الترتيبات الإلهية اللي كانت بتحصل. لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. فيمسح الله كل دمعة. الحاجة التانية كمان يمسح الدموع وكل دمعة معناه إيه؟ هو قادر على قد ما أنت حزنت أو تعبت أو تعذبت يعزيك ويعوضك أضعاف أضعاف. هو قادر يعمل دي. عشان كده يقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أنا هقول لكم تدريب أتعلمته من حد يعني وحسه مفيد. خلصت أنا القصة. جربوا مرة، والشاطر فيكم يعمل الكلام ده الأسبوع ده لو أنتوا عاوزين تعيشوا في معنى تعالى وانظر. خلص الرؤية في يومين أو ثلاثة، يعني ما تقرهاش في 22 يوم هتنسى قريت إيه أول يوم. لا، اقعدوا معاك قلم، اقعدوا معاك قلم، وكل ما تلاقي رأيته أو نظرته علم، وعد معايا في الرؤية كام منظر، كام رؤية، كام صورة، كأنك أنت بتصور لقطات من السم. لو اللقطات دي اتغرست في دماغك، اتطبعت هنا، هتلاقي نفسك اختلفت. اختلفت يعني ايه؟ في حاجات لوحدها هتحصل جواك من غير ما تحس. الدنيا صغرت والمشاكل صغرت وهانت، وبقى عندك رجاء. يعني ايه؟ حاسس انه كله هيعدي، كله هيمشي كويس، لانه سفر الرؤية في سر عجيب معزي جدا بالرغم انه كله طلاسم، كله ألغاز. مش لازم تفهم، هتلاقي في ضمن الرؤية وحش وتنين وحاجات طالعة من البحر وحاجات مش عفاريت كده، معلش بس ايه، هتلاقي في الاخر كل ده بيتقطع رقبته، فبرضه نفسيتك هترتاح تاني. اللي انا اقصده ايه؟ تعالوا ناخد تدريب كلنا الاسبوع ده عشان نطلع بحاجة مشتركة، نقرا الرؤية ونعلم على كلمة رأيته أو نظرت. الأشطر اللي يقدر يعمل مجهود أكبر يكتب على كل رأيته عنوان. يعني ايه؟ ده منظر العرش، ده منظر الملائكة، ده منظر الكهنوت، ده منظر الشعب اللي هيوصل، ده منظر الخرفان في السماء، ده مش عارف، ده منظر الانتقام من الشر. فتكتشف الصورة كاملة. تعال اتفرج على الصورة الكاملة. الصورة كاملة في الرؤية، نهاية كل شيء في الرؤية، زي ما كانت بداية كل شيء التكوين، نهاية كل شيء الرؤية. سفر التكوين بيحط كل البدايات. ربنا بلا بداية، الإنسان، الخليقة، السقوط، الخطية، كل ده في التكوين. وفي الرؤية نهاية كل القصة. شجرة الحياة اللي بدأت في التكوين انتهت في الرؤية، والإنسان المرفوض في التكوين مقبول في الرؤية،
والشيطان اللي طلع في أول التكوين يقرص في الحية دي هتلاقيها إيه، دخلت نار جهنم في الرؤية. فتبص تلاقي أنت لما تبص للنهاية تلاقي نفسك متعزي. ومنها فكرة تعالى وانظر، تدريب تاني أقوله لكم، أي حد يدخل في ضيقة شديدة يقرأ سفر الرؤية. أي حد يجيله تجربة جديدة أو ضيقة شديدة يقرأ سفر الرؤية، وبرضه مش بغرض إنه يفهم كل شيء، ممكن ما تفهمش، لكن مجرد إن أنت تقرأ بس هتلاقي الكلام لوحده بيعمل جواك حاجة. عشان كده ده الكتاب الوحيد اللي ينتهي بكلمة غريبة شوية، طوبى لمن يقرأ في الكتاب ده بالذات ويسمع ويحفظ أقوال هذه النبوة. مكتوب كده في سفر الرؤيا بالذات، صحيح هو يتنطبق على كل الكتاب لكن بالذات الرؤيا، يعني مجرد انك تقرأ طوبى لك، طوبى لمن يقرأ. طب احنا عاوزين طوبة، احنا ناقصين، احنا عندنا ويلات كتير، عاوزين شوية طوبات تطويبات. ف يعني طوبى للمساكين بالروح دي مش جايبينها، صانع السلام مش جايبينها، طب طوبى لمن يقرأ دي ممكن. فخلينا نمشي في دي، لإلهنا كل مجد وكرم.